اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن اشرف، الجيل الحالي من اللاعبين اعتقد بيتحلى بشخصيه، رايك برضو في هذا الامر، شخصيه النادي الاهلي؟ طبعا طبعا، وعايز اقول لك انه هذا الجيل يعني يستحق اشاده كبيره جدا جدا. يمكن مر بظروف صعبه جدا اسلام الفترات اللي فاتت او السنين اللي فاتت. الجماهير اولها. يعني ده مبدئيا. وانت عارف طبعا ان جماهير النادي الاهلي تحديدا، مش بس الجماهير المصريه عموما، بيكون ليها يعني تاثير غير طبيعي على كل اللاعبين في النادي الاهلي. انه يحقق البطولات دي في عدم وجود جماهير، في عدم وجود حتى الاحساس بالنشاط. يعني انت متخيل ان يبقى النشاط واقف مثلا، وبترجع بتلعب مثلا بطوله افريقيا بس مفيش دوري، مفيش، فحتى الاحساس بده كان بيفتقده بعض لاعبي النادي الاهلي او لاعبي النادي الاهلي في فتره من الفترات. فاعتقد ان هم يستحقوا الاشاده بشكل كبير جدا، وصول لخامس مره لفاينل افريقيا، 4 بطولات لافريقيا ان شاء الله في يعني في البطوله الجايه باذن الله. يعني نقدر نحقق هذه البطوله، وبالتالي جيل انا شايف انه يعني يتسم بشخصيه النادي الاهلي. عندهم شخصيه النادي الاهلي، خاصه يعني زي كنت بقول لك، ويا ريت الناس تفهم بس اللي اقصده، انه يعني في جيل مانويل جوزيه او جيل كويسلام كان بيتمتع بجماعيه في الاداء وفي المهارات وفي الامكانيات وفي الانسجام وفي المنظومه بشكل عام، في جماهيريه النادي الاهلي وقتها وتواجد الجماهير، وبالتالي المنظومه بشكل عام داخل النادي الاهلي كانت مكتمله. أيوة. يعني تقدر تديها مثلا 9.5 او 10 من 10، لكن هذا الجيل بيفتقد بعض الامكانيات بشكل عام. فاعتقد ان هم يعني يستحقوا انه الاشاده، وطبعا بيتسموا بشخصيه النادي الاهلي بشكل كبير جدا، وقدروا من خلالها ان هم يحققوا بطولات كثيره للنادي الاهلي.